مواصلة التمدرس عن بعد. السلام عليكم. درس اليوم بالنسبة للمستوى أولى باك أدب رياضيات باللغة العربية. موضوع الدرس سيكون الاشتقاق. من بين المعلومات اللي مطلوبة تكونوا عارفين وهي حساب النهايات. الدرس السابق اللي درسته وهو نهايات دالة عددية. الآن سنبدأ بتعريف العدد المشتق لدالة في نقطة لتكون F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح E وليكن x صفر عنصرا من اي. نقول ان اف قابلة للاشتقاق في x زيرو اذا كان ليميت x يؤول الى x زيرو اف لx ناقص اف لx زيرو على x ناقص x زيرو يساوي ال ينتمي إلى R. أعيد تعريف لتكون F دالة عددية معرفة على مجال مفتوح E وليكون X0 عنصرا من E نقول أن F قابلة للاشتقاق في X0 إذا كان ليميت F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0 يساوي عدد حقيقي. هذا العدد L العدد L إن وجد طبعا يسمى العدد المشتق ل F في X0 أو عند X0 ويرمز له F بريم ل X0 اللي هو العدد L. إذن أي دالة نريد أن ندرس قابلية الشقاق في عنصر X0 يجب أن يتحقق هذا الشرط ليميت F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0 يساوي L. L ينتمي إلى L. هذا العدد يسمى العدد المشتق. هنا ألف باء. أمثلة دراسة قابلية اشتقاق دالة F في x0 في الحالات الآتية. اولا او الف f لx تساوي 2x و f لx تساوي 5 ج f لx تساوي x اس 2. دائما نأخذ باعتبار x0 يساوي 1 الجواب. يعني بالنسبة للدالة ألف نريد دراسة قابلية الاشتقاق f لx تساوي 2x وهنا x0 هي 1. إذن لكي نبين أن f قابلة للاشتقاق يجب أن نحسب ليميت f لx ناقص F لي واحد على X ناقص واحد X يؤول إلى واحد. إذا نعوض ليميت X يؤول إلى واحد هنا في المقام X ناقص واحد F لي X هي 2X ناقص F لي واحد هي 2 في واحد 2 في واحد تساوي حسب قاعدة حساب النهايات في
في المقام إكس ناقص واحد هنا، هنا عامل مشترك اثنان، نعمل باثنان، اثنان عامل إكس ناقص واحد، نختزل ب أن تساوي ليميت إكس يؤول إلى واحد اثنان تساوي اثنان ينتمي إلى آل. إذن بما هذا هو العدد آل، آل ينتمي إلى آل، إذن أف قابلة للاشتقاق، إذن أف قابلة للاشتقاق في إكس زيرو يساوي واحد، و أف بريم لواحد تساوي اثنان هو العدد. إذن هنا وجدنا أن أف قابلة للاشتقاق في العدد واحد، هذا رقم مثال واحد. مثال اثنان، الجواب المثال الثاني، المثال الثاني اللي هو باء، قلنا اف لإكس تساوي خمسة وإكس زيرو دائما يساوي واحد، يمكن أن نغير الواحد، مثلا ندير اثنان في تمارين منزلية تغير الواحد باثنان أو ثلاثة أو بأي عدد. ليميت اف لإكس ناقص اف لواحد على إكس ناقص واحد إكس يؤول إلى واحد، هنا دالة ثابتة، اف لإكس يساوي خمسة دائما خمسة، اف لإكس هي خمسة وكذلك اف لواحد هي خمسة، إذن تساوي ليميت إكس يؤول إلى واحد صفر على إكس ناقص واحد تساوي صفر، كذلك صفر عنصر من آل، إذن اف قابلة للاشتقاق، إذن اف قابلة للاشتقاق في إكس صفر يساوي واحد و اف بريم لواحد يساوي صفر. كما تلاحظون أي دالة هنا واخا نغيروا العدد واحد دائما غتلقى خمسة ناقص خمسة، إذن ستكون قابلة للاشتقاق على جميع العناصر أو الأعداد الحقيقية ودائما اف بريم سيكون صفر. بالنسبة للجيم، الدالة هي اف لإكس تساوي إكس أس اثنان، ودائما إكس صفر كنا يساوي واحد، ممكن أن نغير الواحد، مثلا قلنا إكس صفر يساوي واحد، نأخذ مثلا إكس صفر في هذه الحالة يساوي خمسة عوض الواحد، ليميت إكس يؤول إلى خمسة إف لإكس ناقص إف لخمسة على إكس ناقص خمسة يساوي ليميت إكس يؤول إلى خمسة، هنا دائما المقام إكس ناقص خمسة، إف لإكس هي إكس أس اثنان، هيا إف لخمسة هي خمسة أس اثنان، إكس أس اثنان ناقص خمسة أس اثنان على إكس ناقص خمسة، إذا عوضنا غتكون خمسة أس اثنان ناقص خمسة أس اثنان هي صفر على صفر، يكون الشكل غير محدد. لاحظوا هنا استثنان استثنان، إذن المتطابقة الثالثة، ليميت إكس ناقص خمسة عامل إكس زائد خمسة على إكس ناقص خمسة إكس يؤول إلى خمسة، هناك اختزال إكس ناقص خمسة في المقام وفي البسط، إذن يبقى ليميت إكس يؤول إلى خمسة أتبقى إكس زائد خمسة، نعوض إكس هي خمسة زائد خمسة تساوي عشرة ينتمي إلى R، إذن كذلك F قابلة للاشتقاق في X0 يساوي خمسة و F بريم لخمسة تساوي عشرة، إذن عدد المشتق هو عشرة. إذن أعطينا أمثلة، سنضيف مثالا مضادا تكون فيه الدالة مثلا غير قابلة للاشتقاق، نسميه دال تكون الدالة غير قابلة للاشتقاق. مثال مضاد، مثلا لا يحقق الخاصية، نأخذ اف لإكس يساوي جذر المربع لإكس و إكس زيرو يساوي زيرو، لا ليميت إكس يؤول إلى صفر اف لإكس ناقص اف لصفر على إكس ناقص صفر تساوي جذر إكس ناقص صفر على إكس ناقص صفر إكس يؤول إلى صفر، ليميت إكس يؤول إلى صفر جذر إكس على إكس إكس يؤول إلى صفر تساوي جذر إكس على جذر إكس في جذر إكس، أن إكس هي جذر إكس في جذر إكس، نختزل ليميت واحد على جذر إكس إكس يؤول إلى صفر، واحد على هنا نعوضه بصفر
المقام يؤول إلى صفر موجب واحد إذن زائد ما لنهاية ليست عدد. إذن في هذه الحالة F غير قابلة للاشتقاق في صفر. إذن لا يوجد هنا في هذه الحالة العدد المشتق لF عند صفر أو F بريم لصفر، لأن وجدنا زائد ما لنهاية وهي ليست عدد. إذن في هذه الحالة الدالة غير قابلة للاشتقاق. إذن سأسترجع ما قلناه بالنسبة لقابلية الاشتقاق. قابلية اشتقاق دالة في نقطة. إذن كخلاصة F بالطبع دالة معرفة دائما على مجال، F قابلة للاشتقاق في X0 تعني أو تكافئ ليميت X يؤول إلى X0 F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0 يساوي عدد ينتمي إلى L، و L هو F بريم لX0. إذن كخلاصة من خلال ما رأيناه الآن أن F قابلة للاشتقاق في عنصر عدد من مجال مفتوح ومن مجموعة التعريف، يعني نهاية F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0 يساوي عدد عندما X يؤول إلى X0. إذن بعد التعريف سنعطي التأويل الهندسي. التأويل الهندسي للعدد المشتق لتكون F دالة عددية معرفة على مجال E و X0 عنصرا من E. إذا كانت F قابلة للاشتقاق في X0 فإن سيلي F منحنى F يقبل مماسا عند النقطة سميها A ذات الأفصول X0 F لX0. هذا المماس معادلته Y يساوي F بريم لX0 عامل X ناقص X0 زائد F لX0. نرسم المنحنى. مثلا هنا X0، هنا F لX0، هنا النقطة A. تمثيل ميبياني المنحنى، هذا السيلي F، هنا المماس. يعني شرط إذا كانت F قابلة للاشتقاق فإن المنحنى لF يقبل مماس، مماس لهذه النقطة. زيادة لاحظوا الدالة هو منحنىها ليس متقطعا، وإذا كانت قابلة للاشتقاق فإن هذا المماس يكون موجودا، والمعادلة ديالو F بريم لX0 عامل X ناقص X0 زائد F لX0، مماس عند النقطة A. إذن متى تقبل دالة أو منحنى دالة مماس عند النقطة؟ بشرط أن تكون الدالة قابلة للاشتقاق في X0. سنعتبر هذا التأويل الهندسي كخاصية وتعريف. خاصية وتعريف. تعريف لماذا؟ لأن اسم جديد وهو المماس، وخاصية شرط وجود هذا المماس. هل دائما يكون موجودا أم هناك شرط؟ إذن هذه هي معادلة المماس. طبع شرط أن يكون F بريم لX0
موجود. مثلا نعطي مثال او تطبيق، نعتبر الدالة f لx تساوي 5x و x صفر يساوي 3، والسيل f منحنى الدالة f في معلم متعامد ممنظم او اي جي. والسؤال، هل سيل f يقبل مماسا عند النقطة ا ذات الأفصول 5 بالطبع والأرطوب f لـ5؟ إذا لاحظوا السؤال، هل هذا المنحنى يقبل مماسا؟ بالطبع شرط وجود المماس مرتبط بقابلية الاشتقاق. إذا الجواب، وجب دراسة قابلية اشتقاق f في x صفر اللي هو 5. ليميت x يؤول إلى 5 f ل x ناقص f ل 5 على x ناقص 5 تساوي ليميت x يؤول إلى 5، هنا دائما في المقام x ناقص 5، f ل x هي 5x و f ل 5 هي 5 في 5. إذن هناك عامل مشترك وهو الخمسة، أنا عامله بخمسة، خمسة عامل x ناقص 5 على x ناقص 5، دالة 5x f ل x هي 5، هنا 3 عفوا، أنا قلت هنا السؤال طرحته في 3 ليس في 5، x صفر تساوي 3، إذا هنا 3 3 f ل 3 3 وهنا 3، إذا حتى هنا 3. ماشي أي مشكل، يكون 3 4 أي عدد، حنا وضعنا السؤال x صفر تساوي 3 خصنا نحتارمو حتى في الجواب، x صفر يساوي 3، هنا 3 f ل 3 عملنا 5 بقات x ناقص 3 خسرت لنا بقات 5، فعلا ينتمي إلى r. إذا f قابلة للشقاق في x صفر تساوي 3 و f بريم ل 3 تساوي 5، ومنه سيل اف منحنى اف يقبل مماسا في النقطة ا 3 اف ل 3. نعطي معادلته، نسميه الدي ولا دلتا، إيكغريك تساوي اف بريم ل 3 عامل اكس ناقص 3 زائد اف ل 3. اف بريم ل 3 هي 5، هنا x ناقص 3 و f ل 3 3 في 5 15، إذا بعد الحساب غنلقاو 5x ناقص 15 تساوي 5x. إذا هذه معادلة المماس عند 3. إذا لاحظوا السؤال، هل المنحنى يقبل المماس؟ شرط وجود المماس مرتبط باشتقاق الدالة، قلنا الليميت عوضنا 5x لقينا 5 هو قابل هو العدد المشتق، f بريم ل 3 تساوي 5، عوضنا هنا f بريم ل 3 و f ل 3 هي 15، هنا 5 اختزلنا ب 15 بقات 5x، إذا الدالة أو المنحنى الدالة يقبل مماسا في النقطة المطلوبة. إذا من خلال ما سبق تعرفنا ماذا نعني بقابلية اشتقاق دالة في نقطة، وما هو تأويلها الهندسي، يعني هندسيا ماذا تعني دالة قابلة للاشتقاق، يعني تكون هنا لاحظوا الدالة المنحنى والمستقيم تقريبا تطابقا في هذه النقطة جوار x صفر، أصبح المنحنى مثل قطعة مستقيمية. إذن هذا التأويل الهندسي لقابلية الاشتقاق. ثالثا هنا الاشتقاق على اليمين وعلى اليسار، تعريف لتكون F
دالة معرفة على مجال من النوع إكس صفر إكس صفر زائد آر وآر موجب أو إكس صفر ناقص آر إكس صفر. دائما R موجب. لاحظوا هنا التعريف، الدالة معرفة على مجال X0 X0 زائد R، هنا X0 وهنا X0 زائد عدد موجب، إذن الدالة معرفة فقط على يمين X0، لا يمكن أن أقول X يؤول إلى 0 لأن قد يمكن أن يؤول X إلى X0 وأكبر من X0، لا يمكن أن يكون X يؤول إلى X0 وأصغر من X0 لأن الدالة ليست معرفة، بمعنى أن F معرفة على يمين X0 أو على يسار X0. إذن هناك مقدمة، نقول أن F قابلة للاشتقاق على اليمين في X0 إذا كان ليميت دائما نفس التعريف، سنرى فقط الاختلاف هنا، X يؤول إلى X0 و X أكبر من X0. هناك كتابة، هناك من يكتبها هكذا أو متفقين أن نكتب X0 هنا زائد F لX ناقص F لX0 على x ناقص x صفر يساوي L عدد حقيقي، و L F بريم دروات لx صفر العدد المشتق ل F على يمين x صفر. لاحظوا تقريبا نفس التعريف، ليميت F لx ناقص F لx صفر على x ناقص صفر، لكن هنا X يؤول إلى X0 من جهة اليمين، لأن X قد تكون الدالة ليست معرفة على يسار X0. نفس التعريف، عوض ما نسميه العدد المشتق سميناه العدد المشتق لF على اليمين F بريم دروات، والتعريف هو نفسه أن هذه النهاية تكون عدد ينتمي إلى R. وبنفس الطريقة يمكن تعريف الاشتقاق على اليسار، عوض ما يكون X أكبر من X0 سنكتب X أصغر من X0. لاحظوا في التطبيق أو في المثال المضاد، إذن عندما فعلنا F لX يساوي جذر مربع لX، الجذر المربع مجموعة تعريفه هو صفر زائد ما لا نهاية، إذن فقط معرفة على اليمين. إذن هنا من خلال هذا التعريف سنلخص، F قابلة للاشتقاق على يمين X0 تعني ليميت F لX ناقص F لX0 على X ناقص X0، X يؤول إلى X0، هنا هو X أكبر من X0، تساوي L ينتمي إلى R، هذا L هو F بريم دروات يعني على اليمين لX0، وهنا غندير على اليسار نفسها قابلة للاشتقاق على يسار X0، إذن شوية تغير هنا عوض ديك أكبر أتولي أو ستصبح X يؤول إلى X0 و X أصغر من X0 يساوي L ينتمي إلى R، وهذا L هو F بريم غوش ل X0، هذه F بريم دروات. في هذه الحالة ديال تتكون X0 هنا وهنا X0 ناقص R، إذن هنا اليسار يكون X يؤول إلى X0 ولكن X أصغر منها يعني على يسارها. إذن الآن أخذنا فكرة عن قابلية الاشتقاق في X0 على اليمين وعلى اليسار، ويبقى التأويل الهندسي
كذلك في هذه الحالة قد المنحنى لا يقبل مماس لكن يقبل نصف مماس سواء على اليمين أو على اليسار. ملاحظة بالنسبة للتأويل الهندسي في حالة قابلية للشقاق على اليمين أو اليسار نتكلم عن نصف مماس وليس مماس، والمعادلة تضاف إليها تصبح نظمة Y مثلا يساوي F بريم دروات لإكس صفر عامل X ناقص X صفر زائد F لإكس صفر. في هذه الحالة دروات يعني X أكبر من أو يساوي X صفر، هذه بالنسبة لـ F بريم دروات على اليمين. لو تكلمنا عن F بريم غوش أو على اليسار هنا غتكون X أصغر من X صفر، وهنا عوض دروات غتكون غوش، هنا X كبر يعني على يمين ممكن تكون أصغر على يسار X صفر. إذن كبداية تعرفنا على مفهوم قابلية الشقاق دالة في نقطة أو في عدد، والتأويل الهندسي لقابلية الشقاق، وكذلك الاشتقاق على اليمين والاشتقاق على اليسار، وسنكمل إن شاء الله في الحصة المقبلة.